شويخ والري تخدم المناطق المحيطة فيها كلها، محافظة العاصمة كلها ومحافظة حولي، لأن أنت شايف موقعها بالخريطة. وحتى لما نروح على مثل ما يقولون محافظة الفروانية والمطار الرابعة وايد قريبة منها، فهي تصير في قلب البلد. لما نروح حق فحيحيل أنت تخدم المنطقة العاشرة كلها اللي يخدمها بس منطقة فحيحيل. إذا رحنا حق الحميدي نفس الكلام، تخدم المنطقة العاشرة بالإضافة إلى القطاع النفطي. فلما تيجي تمركزها هي متمركزة في قلب المناطق الحضرية. الشغلة الثانية تعدد الأنشطة والاستخدامات، يعني اليوم تقريبا نفس ما قلنا مساء تقريبا كل الأنشطة مسموح في مزاولتها في هذا النوع. الشغلة الثالثة ارتفاع العوائد مقارنة بأي نوع آخر من العقارات. يعني اليوم أنت يعني الأفرج اليوم 10% العائد، ممكن شوية أقل شوية أزيد على حسب الموقع، على حسب المساحة، أو على حسب المنطقة أو الشارع اللي أنت فيه. مثلا شارع الزيمنة غير، وشارع مواد البناء اللي هو خليفة الجاسم غير، شارع الجملة غير، شارع كندا دراي غير. بس لما تيجي بشكل عام تقارن العائد تلقى أعلى من أي عقار ثاني، أعلى من الاستثماري، أعلى من السكني، وأعلى من التجاري، فيتفوق عليهم في العوائد.